بمناسبة انتقاله للمبنى الجديد ومرور 22 عاماً على تأسيسه، يعلن مستشفى الأنس التخصصي لأمراض وجراحة العيون عن تخفيض 30% في الفحوصات الطبية و20% في العمليات. تجرى كافة عمليات أمراض وجراحة العيون، منها عملية تعديل الحول، عملية تجميل ورفع الجفن، عملية فتح مجرى القناة الدمعية. يقوم بإجراء العمليات طاقم روسي متخصص ومؤهل من أرقى الجامعات والمعاهد الروسية، مزود بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة. مستشفى الأنس التخصصي لأمراض وجراحة العيون، ثقة راسخة وخدمات طبية متطورة. صنعاء، شارع زبيري، جولة عصر.